حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال رئيس غرف تجارة ديالا محمد التميمي إن سعر صرف الدولار في السوق الموازي في البلاد شهد ارتفاعا بنسبة اقتربت من 6%، في حين أن كل المؤشرات كانت تتجه إلى انخفاض السعر المقرر من قبل البنك المركزي. وأضاف أن التهريب يبقى أهم العوامل التي تدفع إلى زيادة سعر الصرف بسبب قلة المعروض مع اتجاه الطلب العام، وأشار إلى ضرورة دفع السوق الموازي للانخفاض. قال مدير مطار السليمانية هنرين هيوا إن الحظر التركي ما زال ساري المفعول على المطار، لافتا إلى أن أغلب الرحلات إلى الدول الأوروبية تكون عبر مطارات الدوحة في قطر ودبي والإمارات. أضاف مدير المطار أن توقف الرحلات أثر اقتصاديا على مطار السليمانية بسبب انخفاض معدلات الرحلات. وفي 3 نيسان الماضي أوقفت تركيا جميع الرحلات الجوية مع مطار السليمانية الدولي، وأكدت خارجيتها أن القرار جاء بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية والمصنف إرهابيا وتغلغله في مطارها. سجلت أسعار الدجاج في كردستان العراق ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي إثر إضراب أصحاب بعض مزارع الدواجن في السليمانية، وارتفع سعر الدجاج الحي في مدن شمال العراق بمعدل 1000 دينار للكيلوغرام الواحد ليصل إلى المستهلك بسعر 3500 دينار. وكانت أسعار الدجاج قد انخفضت بشكل حاد في الفترة الماضية، ما كبد أصحاب حقول الدواجن خسائر كبيرة ودفع بعضهم إلى التوقف عن العمل، فتناقص عدد الدجاج وارتفع سعره. توقع عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة أن يتسبب استمرار توقف تصدير نفط كردستان العراق من خلال مرفأ جيهان التركي حتى نهاية العام الجاري 2023 في خسائر فادحة من الممكن أن تتكبدها خزينة الدولة، قد تصل في مجملها إلى ما يناهز 8 مليارات دولار. وأضافوا أن كمية صادرات النفط تقدر بنحو 400,000 برميل من الحقول الشمالية و 80,000 برميل من حقول كركوك، أي أن النفط الذي أوقف تصديره يبلغ نحو 480,000 برميل يومياً. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 6,500,000 برميل في شهر أيار الماضي، حيث جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر أيار الماضي أكثر من 6,600,000 برميل، وبمتوسط بلغ 214,000 برميل يوميا، مرتفعا بذلك عن شهر نيسان الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا نحو 6,000,000 برميل يوميا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.